مساء الخير عليكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج المطبخ. هكون معاكم من واحدة لاتنين على الهواء مباشرة، مستنية تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي تظهر قدامكم على الشاشة. النهاردة هنعمل أكلات مختلفة شوية، حاجات جديدة شوية بس طعمها حلو قوي قوي قوي، ولما هتجربوها هتعجبكم قوي. هنعمل مع بعض أكلة اسمها كباب المعجوقة. المعجوقة يعني حاجة شامي على سوري كده شوية، بس بجد طعمها تحفة، فالتكنيك بتاعها كمان حلو قوي وهيعجبكم. تعالوا الاول هنقول المقادير قبل ما نشتغل ونشوف هنشتغل فيها ازاي مع بعض. المعجوقه محتاجه عندي نص كيلو لحمه مفرومه ناعمه، يعني مش مفرومه خشن، يعني اخده وشين عشان تنعم معايا. مشروم فريش، زبده، جبنه موتزاريلا او شيدر اللي متوفر عندي، وبصله متقطعه جوليان او متقطعه مكعبات زي ما انتم حابين، 2 معلقة توم مفروم وبقدونس مفروم، وعندي ملح وفلفل وبهارات مشكلة ورشة جوزة الطيب. هقول المقادير مرة كمان، عندي نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة يعني أخدة وشين، عندي مشروم فريش وزبدة وجبنة موتزاريلا أو شيدر، وعندي بصلة متقطعة جوليان أو مكعبات، وعندي 2 معلقة توم مفروم وبقدونس مفروم وملح وفلفل وبهارات مشكلة ورشة جوزة الطيب. تمام، اول حاجة كده انا عندي اللحمة زي ما انتم شايفين كده فرماها وشين، يا تجيبوها من عند الجزار تقولوا له عايزين نفرمها ناعمة وشين يديها لك وشين، او لو عندك مفرمة تقدروا تعملوها وشين. اول حاجة هحط كده شوية زيت، احط عليهم مكعبين زبدة، جيب بس معلقة. تمام، مكعبين زبدة كده، زودنا واحد اهو، وابدأ كده انزل المشروم بتاعي. مشروم طبعا فريش، فرق شاسع ما بينه وما بين المشروم العادي، فيعني استخدمه طبعا فريش احسن من المعلب كتير كتير كتير، مفيش مقارنة. هتحسوا ان انتوا فعلا مكنتوش تاكلوا مشروم، طعم مختلف خالص يعني. تمام، ابدأ بقى اشوح المشروم بالشكل ده، كل المشروم ده هيهبط معايا وهيدبل وهيبقى اقل من كده كتير. تمام، عايزة ربع كده كوباية مية سخنة يا هاني بعد اذنك اهو، اديله كده تقليبة اشوحه مع بعض. بصوا كل مدى بيهبط ما بيبقاش الحجم بتاعه اهو. انا طول بقى ما انا واقفه في المشروم ده بحب اكله جدا ني كده قبل حتى ما احطه على النار. وابدا احط البصلايه بتاعتي، بصلايه بقى كده متخرطه كده مكعبات، بشرينها جوليان، بس يفضل يعني بلاش تبشروه عشان ما تنزلش ميه كتير، فهي متقطعه يا جوليان يا مكعبات بالشكل ده كده اهو. الزبدة والزيت والمشروم، وبعدين نحط البصلاية اللي احنا مخرطينها، الثوم اهو، ثوم مع المشروم بقى من الحاجات كمان اللي بتليق قوي مع بعض وبتدي طعم تحفة مع بعض اهو. شايفين المشروم دبل ازاي؟ هحط شوية ملح، شوية فلفل. تمام، ودي له كده تقليبة، حط رشة جوزة الطيب، ما نكترش التوابل عشان احنا كمان لسه هنتبل الكفتة. تمام، شوية بهار، فمش عايزة التوابل تبقى زايدة قوي في الكفتة وفي الحشو كمان، ده الحشو بتاع الكفتة بتاعتي، يعني الكفتة بتاعتي محشية فده الحشو بتاعي بتاع الكفتة اهو كده الشكل ده. خلاص، زبدة زيت، نزلنا بالمشروم ادينا له تشويحة، وبعدين البصلة المتقطعة او متقطعة مكعبات او جوليان، وعليه فصين التلاتة التوم اللي احنا فرمناهم، وبعدين حطينا ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبهارات مشكلة. مش هزود في البهارات ومش هزود في الملح عشان ده حشو لسه هعمل عندي الكفتة. طيب هلبس بقى جوانتي كده وابدأ اشتغل في الكفتة بتاعتي.
تمام. عندي البقدونس مش هحطه دلوقتي، مش هحطه غير وانا مطلعه الخلطه بتاعتي من على النار. هي كده كفايه قوي يعني بالنسبه لي كده زي الفل. ممكن بقى نحط عليها البقدونس. بصوا مش عايزه احطه على النار واقوم مقلبه بالشكل ده كده. بصوا اول ما البقدونس نزل في السخونيه ريحه الخضره مع المشروم حلوه قوي اهو بالشكل ده. خلاص فبقى عندي الحشو بتاعي جاهز، والجبن بتاعتي اي نوع هستخدمه، موتزاريلا او شيدر، هستخدم اي نوع منهم. خلاص يعني دول بعد اذنك شيلهم، وهبدا بقى اجيب البوله اجهز الكفته بتاعتي. الكفته بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بصوا مفرومه ناعم تمام، فيها نسبه دهن حوالي 20%. احط شويه بهار تمام، رشه جوزة الطيب بالشكل ده كده، عشان كده قلت لكم مش عايزين نحط بهارات كتير في الوصفه الاساسيه. ملح، اقرب كده، اقرب الملح والفلفل، شويه ملح كده، شويه فلفل اسود، ذره ملح كده كمان، واعجن كل ده مع بعض. بصوا الكفته عندي اللحمه ناعمه جدا، مفرومه جامد اهو، وابتدي اخلط عندي الكفته بالشكل ده. اللحمه اللي عندي حطينا عليها ايه؟ ما حطيناش بقى ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه، احنا بس تبلناهم بملح وفلفل وجوز الطيب وشويه بهارات مشكله تمام. وهبتدي اكورها كور، احاول اخليهم قد بعض على قد ما اقدر يعني اهو، كور الحجم ده، برتقانه الليمونه الكبيره كده شويه تمام. وهقوم حطها كده بالشكل ده، هقسم كل الكميه عندي بالشكل ده كور اهو كده. هحاول يعني ايه على قد ما اقدر كده، عايزين توزنوهم براحتكم بس يعني موضوع ايه بالويم كده اهو، كور بالشكل ده عشان اقول لكم هنعمل فيها ايه. انا عامها بس كده بايدي بالشكل ده كده بس كده، واخليهم رقم زوجي عشان انا محتاجه اتنين يقفلوا على بعض تمام اهو بالشكل ده. هاني بعد اذنك هاتلي الميه معلش اللي انا اديتهالك، وهكور بقى الباقي في الفاصل. انا عايزه بس اوريكم، بصوا الطبق ده الدايره دي انا عايزه استخدمها، شايفين اي طبق عندي فيه دايره كده هستخدم فيه الكفته اللي انا هعملها هقول لكم ازاي. وعايزه اكياس، شكرا، عايزه اكياس بعد اذنك. وهقرب الزيت كده بعد اذنك. بصوا هحط كيس بلاستيك بالشكل ده، وهدهن كده ايدي بسيط بسيط جدا زيت، عشان بس ايه نقطه يا دوب ايه تحرك معايا الكفته. بصوا هفرد كده بالشكل ده اهو على الطبق، وهفرد بصوا الاطار بتاع الطبق، هفرد لحد اطار الطبق، شايفين اهو، هفرم اهو. طيب هفرد ده، ولحد ما افرد ده هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل وصفاتنا بعد الفاصل. استنوا. We'll be right back.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده فردت الكفته على الطبق زي ما انتم شايفين كده، وبعدين حطيت من الحشو اللي احنا عملناه بتاع المشروم تمام، واحط بقى اي جبنه انا عايزاها، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر زي ما انا عايزه كده، واقوم جايبه واحده ثانيه بالشكل ده تمام اهي كده، واقوم ملبساها فوق ده اهي، واضغط كده عليها بالكيس، اقفلها عليها زي الطبق كده، وابدا اشيل كده الطبق عشان اتاكد ان هي بتقفل. بصوا من هنا كده احاول كده اقفلها بايدي. بصوا لو اللحمه المفرومه خشنه مش هتساعدني ان انا اعمل الحركه دي، هتبقى مفتله معايا وهتفتح معايا وانا شغاله، لكن بصوا دي من كتر ما هي ناعمه فانا عارفه اتحكم فيها واقفل اطرافها. خلاص اقوم جايباها بقى كده بالشكل ده اهو تاني، بصوا اقفل اطرافها، اتاكد ان اطرافها كلها مقفوله تمام كده اهي، واحطها في صاج فرن. اعمل واحده كمان، بصوا واحده اهي كده، نفرد الكفته بتاعتنا بالشكل ده على الاطار بتاع الطبق، وعشان كده الاطار بتاع الطبق ده هيوفر عليا كتير اهو، لو حسينا ان احنا محتاجين حته لحمه تاني نزود اهو بالشكل ده اهو كده. وبعدين هحط شوية حشو تمام، المرة اللي فاتت حطينا شيدر، ممكن نحط موتزاريلا، ممكن نحط الاتنين يعني زي ما انتوا حابين، يعني ممكن نحط المشروم بس من غير الجبنة اهي بالشكل ده كده. معانا ايتم واحط عليها اللحمة. ايوه الو. ايوه ازي حبيبتي؟ ازيك يا ايتم، عامله ايه حبيبتي؟ بحب حضرتك قوي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. بقول لحضرتك شيف اسماء، حضرتك كنت عملت قبل كده بسكوت البطاطا. اه عملناه مع بعض بسكوت البطاطا الاقتصادي. انا لسه متجوزه جديد وطبعا عايزه ادخل المطبخ، فخايفه اعمله. لا خالص، هقول لك تاني نعمله ازاي، ده سهل قوي ما فيهوش اي حاجه. ممكن حضرتك يعني تبقى يعني تعملي اكلات عشان لسه متجوزه وخايف اعمل اكل وكده يعني. بصي اي حاجه انا بعملها بشرحها بالتفصيل، يعني انت لو اول مره تدخلي المطبخ خالص هتعمليها مظبوط، فما تقلقيش خالص خالص من الموضوع ده تمام، يعني ما تستصعبيش الحاجه، طول ما انتم مستصعبين الحاجه هتحسوا ان هي هتبوظ، وهي مش هتبوظ خالص لو مشيتي مع الخطوات واحده واحده والمقادير بالظبط، هتلاقي الدنيا ظبطت جدا جدا، وما تخافيش من حاجه خالص، ولا معجنات ولا بسكوت بطاطا ولا اي حاجه. وانا ان شاء الله الايام الجايه هحاول فعلا اعمل حاجات على قد ما اقدر، والايام اللي فاتت انا عملت حاجات كتير قوي بسيطه وسهله وما تاخدش وقت والكلام ده كله. ادخلي بس امشي على الخطوات وامشي زي ما احنا بنقول، هتلاقي الحاجه طلعت معاكي زي الفل. خلاص ده كده الكفته جاهزه معانا، هندخلها بقى فرن على درجه حراره 200، بتاخد حوالي نص ساعه تمام. طيب تاني حاجه هنعملها مع بعض، هلم بس الدنيا كده معايا، هنعمل مع بعض المكرونه بالصوص الوردي. هقول مقادير معايا، عندي مكرونه اقلام مسلوقه او سباجيتي، اي نوع مكرونه عايزين تستخدموه تقدروا تستخدموه، وعندي 3 معالق كبيره صلصه، ومعلقتين كبيره جبنه كريمي او مكعبين جبنه اللي متوفر عندنا، وعندي 2 معلقه توم صغيره، و3 معالق كبيره زيت، وكوبايه كريم الطبخ، ومعلقه دقيق، يعني كوبايه كريم الطبخ او يعني هنستبدل ده بده، فمعلش نكتب او كوبايه كريم الطبخ او معلقه دقيق على كوبايه لبن تمام، مكعب زبده، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات مشكله، ومكعب مرق. هقول المقادير مره كمان، المقادير اللي معايا محتاجه مكرونه مسلوقه اي نوع احنا حابين نستخدمه تقدروا تستخدموه، وعندي 3 معلقه كبيره صلصه، 2 معلقه كبيره جبنه كريمي، معلقتين توم صغيرين، 3 معلقه كبيره زيت، كوبايه كريم الطبخ، ومعلقه دقيق وكوبايه او سوري معلش او معلقه دقيق مع كوبايه لبن، ومكعب زبده وملح وفلفل وبابريكا وبهارات مشكله، ومكعب مرق تمام. ده بالنسبه للمكرونه بالصوص الوردي، نبدا بقى نشتغل فيها.
تمام، هحط بس حلة كده على النار وأقرب كده المقادير بتاعتي، مكعب الزبدة، هسيب الكريمة للآخر والصلصة والبهارات والجبن، هحط شوية زيت، تمام، هحط مكعبين، جيب بس معلقة، هحط مكعبين الزبدة بالشكل ده كده، مجرد ما هيسيحوا هنزل بالثوم، عايزة اديهم تشويحة كده مع بعض. عايزة مية هاني بعد اذنك، عايزة ادي الثوم تشويحة، مش هحمره مش هحرقه عشان ما يعمليش طعم في المكرونة بتاعتي، اهو بالشكل ده كده، يدوب بس ايه اسيحه كده مع الزبدة. شوف الفرن كده هاني، تمام، بصوا بسيط كده خالص، تشويحة بسيطة. هنزل بمكعب المرق، تدوبه كده مع الزبدة والزيت اهو. معانا رانيا. الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا رانيا، عاملة ايه؟ الحمد لله، بحبك كل اكلاتك زي العسل شبعك. تسلميلي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي. قوليلي طب يا رانيا بتعمليها؟ صوص المكرونة بيتعمل ازاي؟ حاضر، صوص المكرونة ايه، الأحمر يعني ولا الأبيض؟ لا الأحمر، ولو عندي لحمة مفرومة عايزة أعملها كفتة، أعملها ازاي؟ طيب هقولك، حاضر حاضر. بصي، الصوص بتاع المكرونة الأحمر، هتجيبي زبدة وزيت كده زي ما احنا عاملين، هتنزلي الأول ببصلاية مفرومة وعليه فصين توم كده زي اللي أنا حطاهم، تمام، وبرضو تقومي حاطه مكعب مرقه كده ودتيها زي ما انا بعملها، وتقومي نازله بالصلصه بتاعتك، تمام، تديها تقليبه، تحطي بهاراتك بقى، ملح وفلفل وشويه بابريكا كده، ولو عندك بهارات مشكله حطيها، كل ده هقلبه كده مع بعض، وهقوم فكاه بشويه ميه واسيبهم يتسبكوا مع بعض. خلاص، ده الصوص الاحمر بتاع المكرونه العاديه خالص، المكرونه لو عايزين نعمل مكرونه بالصوص الاحمر. طب لو عايزين نعمل كفتة، عندنا لحمة مفرومة عايزين نعمل كفتة، هنجيب اللحمة المفرومة، هنبشر عليها بصلاية كبيرة بس نصفيها من المية كويس، وبعدين نخلطها مع اللحمة المفرومة اللي عندي الملبسة، ونحط عليها ملح وفلفل اسود وجوز الطيب بس كده، تمام، يا نصبعها ونقليها في زيت، نشويها، نحطها في طاسة ونحمرها كده يعني من غير زيت، غزير يا دوب نقطتين زيت وهي تنزل بقى الدهون اللي فيها والكلام ده كله، او نشويها في الفرن هتبقى حلوه جدا، وممكن نسيخها في سياخ خشب ونبدا برضو نخزنها ونطلعها يا دوب على في صينيه نشويها في الفرن او في صينيه على النار من فوق، كل ده ينفع في الكفته عندي. بصوا انا كده حطيت الثوم والصلصه ومكعب المرق، هحط بقى مكعبين الجبنة الكريمي بالشكل ده، عايزة ادوبهم، تمام، عايزاهم يسيحوا خالص اهو في الصوص عندي، ما عنديش مكعبات، عندي جبنة كريمي اللي هي كوبايات، اي جبنة كريمي اقدر احطها. عندنا ام نور معانا على التليفون. ام نور، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي قوي والله. الله يخليك يا حبيبتي، انت والله بتوحشوني اكتر. الله يخليك. ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ اتفضلي اتفضلي. انا عايزه طريقه الحواوشي بس حضرتك تعمليها هي والخبز بتاعها. احنا كنا عاملينه قريب، حواوشي الاسكندراني اللي بالعجينه، كنا عاملينه الاسبوع اللي فات او اللي قبليه حاجه كده. هقولهولك. طيب حاضر، هقولهولك تاني. وبصي اتفرجي، اكتبي مثلا حلقه الحواشي الاسكندراني على اليوتيوب، هتطلع لك اسماء مسلم، هتطلع لك الحلقه كامله، وانا هقولك برضو مقاديرها، بس اديني دقيقتين اخلص المكرونه وهقولك مقاديرها على طول، تمام. بصوا الجبنه ابتدت اهي تسيح، وحطيت شويه ميه، تمام، هحط بقى البهارات بتاعتي، البابريكا
الملح بس بسيط بقى عشان احنا حاطين مكعب مرق، فلفل اسود، تمام، واديله تقليبه. عايزه بس عشان تقيل قوي هزوده شويه ميه بسيطه بالشكل ده اهو، واسيبه بقى ايه الجبنه كمان تسيح ويتسبك كده ايه دقيقتين. بصوا الجبنه خلاص ابتدت تسيح خالص، فاضل حتتين صغيرين خالص اهو بالشكل ده. ممكن ناخد الويسك احسن هيقلبه اكتر اهو بالشكل ده كده، هيدوب معايا كل الكتل اللي في الجبنه دي. تمام، دلوقتي بقى خلاص سيبناها تغلي غلوتين، ابدا احط الكريمه. لو ما عنديش كريمه احط مكانه ايه؟ هحط معلقه دقيق على كوبايه لبن. تمام اهو، بصوا الصوص كده بقى عندي جاهز، يا دوب يغلي غلوه كمان وهضيف له المكرونه ونقدمها على طول مع بعض. تمام كده المكرونه عندي اهي مسلوقه والصوص يغلي غلوه، هبتدي احط على طول. رضوى معانا؟ رضوى الو. ايوه ازي حبيبتي اسماء؟ ازيك يا رضوى عامله ايه؟ حسيني قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اسلميلي. بحبك قوي وبحب اكلاتك. ميرسي يا حبيبتي. المهم طيب بتطبقيها؟ ايوه بعملها كلها، انا كنت لسه متجوزه جديد واول مره ادخل المطبخ وتعلمت منك كل حاجه. طب حلوه حبيبتي، ربنا يخليكي، دي حاجات والله بتفرحني قوي الكلام ده بجد. انا عايزاكم بقى تصوروا كمان الحاجات دي عشان ان شاء الله قريب هننزل التطبيقات بتاعتكم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك اتفضلي. كان في متصله في اول البرنامج اتصلت على حضرتك وطلبت منك بسكوت، ممكن تقولي على بسكوت البطاطا؟ هنزله حالا. ممكن تحضروا طيب مقادير البطاطا؟ اتفضلي. والكريب لو سمحتي يا اسماء. والكريب حاضر، كريب هجاوبك عليه، ومقادير البسكوت هينزلوا مقاديره تاني. معانا سؤال تاني؟ طيب عايزه اعمل عجينه السكر في البيت. معلش مش سامعاكي، قولي تاني. عايزه اعمل عجينه السكر في البيت. عجينه السكر في البيت، بصي هنعملها ممكن مع بعض، بس انا لو تساليني على رايي الشخصي يعني انا ما بحبش اعملها في البيت لان هي يعني غلبه قوي وهي سعرها رخيص بره. انا بحب اعمل الحاجات اللي يبقى سعرها مكلف بره وهتوفر معايا فلوس وهتوفر معايا حاجات كتير حتى لو مجهودها اكبر. تمام فهماني؟ يعني تبقى انضف وتبقى مجهودها اكبر، ما عنديش مشكله، بس تبقى اوفر. هي فعلا مش اوفر وبتنجح وما بتبقاش ناجحه زي بره. فانا عجينه السكر بشوفها ان هي سعرها مناسب قوي، نقدر نجيبها عادي، سعرها مش عالي مش غالي، ان احنا نعمل عجينه السكر في البيت. هنعملها مع بعض مفيش مشكله، بس دي محتاجه اكتر ان انتوا تبقوا شايفينها عملي عشان تبقوا شايفين الموضوع شكله عامل ازاي. خلاص طيب، بصوا الصوص عندي هنا بيغلي. بسكوت البطاطا معلش ممكن ننزله تاني عشان ما قريتش مقاديره. هبتدي انزل بس المكرونه وهقرا لكم على طول البسكوت بتاع البطاطا واقلب بالشكل ده. طبق تقديمي هنا باذنك. بصوا المكرونه دي طعمها بجد حلو قوي والصوص بيبقى غني جدا. ممكن ننزل مقادير البسكوت تاني عشان نقراها. بسكوت البطاطا الاقتصادي، كوبايه بطاطا مشويه او مسلوقه، يفضل طبعا تبقى مشويه. تمام، هحطها على كوبايه دقيق، 2 معلقه زبده ساقعه، والزبده الاول هفركها مع كوبايه الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، وهعجن كل ده مع بعض. وبعدين هقوم لو محتاجه سوائل هحط شويه ميه، مش محتاجه يبقى خلاص انا هعجنها بالبطاطا بس. بس هي في الغالب مش بتحتاج، بيبقى الماده الرابطه بالنسبه لي البطاطا المشويه. خلاص هقوم حطاها بعد كده في الثلاجه، لقيتيها ملزقه قوي زياده على اللزوم ممكن تقدري تزودي في الدقيق شويه، لقيتيها تمام يبقى خلاص هتشتغلي بيها على طول. بس لازم تتحط في الثلاجه، تاخد لها مثلا نص ساعه ولا حاجه قبل ما تشتغلي بيها، وبعد كده ترشي شوية دقيق، هتفردي العجينة وهي طالعة من التلاجة، وبعدين تقطعيها بأي شكل تقطيع انت حابة تقطعيه بيه، وبتدخل الفرن ما بتاخدش خالص 10 دقايق ماكسيمم يعني، ونبدأ نشتغل فيها ونبدأ نطلعها سوري من الفرن. تمام
ماشي همسك دي كده عشان سخنه اهو. نغرف بقى المكرونه بالشكل ده. بصوا الصوص عامل ازاي، حلو جدا وغني جدا. عايزين بقى نعمل الوصفة اللي بعديها، هنعمل مع بعض البكاكين الفلاحي. البكاكين الفلاحي من الحاجات اللي ناس كتير قوي بتحبها، اسمه بقى ساعات ناس بتسميه كوماك، بكاكين زي ما انتوا حابين تسموه سموه. عجينة حلوة قوي غنية، معجونة بلبن رايب، مقاديرها تحفة. تعالوا الأول نقول المقادير قبل ما نشتغل فيها. كيلو دي مخبوزات، وعندي نص كيلو لبن رايب أو زبادي، 2 معلقة كبيرة قشطة، معلقة خل، معلقة كبيرة خميرة، و3 معالق صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، وربع كوباية زيت، وربع كوباية سمنة، تمام، ومعلقة كبيرة سكر، وربع كوباية لبن باودر. هقول المقادير مرة كمان. عندي كيلو دي مخبوزات، نص كيلو لبن رايب أو زبادي، بلاش لبن السايل بينشف جدا البكاكين فبلاش نستخدمه خالص، يا لبن رايب يا زبادي، ولو احتاجنا نزود نزود بميه، بلاش خالص لبن اللبن السايل بتاعنا بلاش عشان بينشف جدا البكاكين. 2 معلقة كبيره قشطه، ومعلقه خل، ومعلقه كبيره خميره، و3 معالق صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح، وربع كوبايه زيت، وربع كوبايه سمنه، ومعلقه كبيره سكر، وربع كوبايه لبن باودر. تمام، تعالوا بقى ايه نبدا كده. هني شيل بعد اذنك الزيت ده. نحط كده الدقيق بتاعنا، تمام، عجان بقى على ايدينا مفيش مشكله خالص. نحط اللبن البودره والبيكنج باودر والخميره. عايزين تحطوا الخميره مع المعلقه بتاعت السكر مع ربع كوبايه ميه الاول، تفوروهم وبعدين تستخدموهم، بيدوا برضو نتيجه حلوه قوي. تمام، حط شويه بيكنج باودر، حط السكر، احط معلقه الخل بتديني شويه نتيجه لو ما عنديش محسن حلوه. تمام، معلقه صغيره كده، والقشطة لو ما عنديش قشطة ينفع تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم حلو قوي 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 يعني، بصراحة طعم وريحة كده للبكاكين بتبقى ممتازة. وعندي سمنة اهو، تمام، افضي بس اخدها كلها كده، تمام، واخد في نفس الربع كوبايه دي احطها زيت. تمام كده، كده عندي اللبن الرايب، ولو قلت محتاجه سايل تاني هنشتغل بميه، مش هنشتغل بلبن سايل خالص، يا لبن رايب يا زبادي يا ميه. يعني تقدروا تشيلوا اللبن الرايب ده تحطوا مكانه نص كيلو زبادي. معانا ياسمين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ياسمين؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. من فضلك عايزه طريقه البوتفور. حاضر يا حبيبتي، ماشي هقولهولك. ماشي يا ياسمين، بصوا هبتدي احط اللبن الرايب واشوف محتاجه عندي سايل هقوم مزوده ميه، او عجنه كل الكميه بلبن رايب زي ما انتوا حابين. هزود انا عندي شويه كده ميه في البولة بتاعت اللبن الرايب واكمل عجن بالتدريج. تمام، وعجن فيها كويس جدا، لازم تاخد حقها في العجن. زي ما قلتلكوا نجاح المخبوزات والكلام ده كله اول حاجة الخميرة، الخميرة عشان نتأكد انها كويسة قلتلكوا اختبروها الاول بشوية سكر وربع كوباية في مية دافية ونشوفها تفور ولا خلاص. أنا دلوقتي هعجن فيها كويس قوي لحد ما نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله نكمل البكاكين مع بعض ونشوف الكفتة بتاعتنا ونكمل وصفات.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عملنا مع بعض المكرونة بالصوص الوردي، وعملنا مع بعض المعجوقة، الكفتة المحشية مشروم وجبنة، كفتة حلوة قوي، جربوها بجد هتعجبكم جدا. ودلوقتي بنعمل بكاكين. عايزة اقول لكم مقادير العجينة تاني اللي احنا حطيناها في العجان او بنعجنها على ايدينا عشان تبقوا عارفينها. اول حاجة لازم زي ما قلت لكم الخميرة تبقى كويسة جدا، يبقى رقم واحد الخميرة. بصوا كل الماركات اللي هي التركي دي كويسة قوي، يعني اللي فيه خميرة كده تركية بجد كويسين جدا، في اسمين او ثلاثة موجودين في السوق، دول من اكتر الحاجات الكويسة قوي وفعلا نتيجتهم بتبقى ممتازة. خلاص يبقى الخميرة هنختبرها الاول لو مش واثقين فيها، تمام؟ نحط معلقة الخميرة على معلقة السكر على المية الدافية قبل ما نشتغل في البكاكين بتاعتنا. خلاص اول ما تفور هبتدي استخدمها. لو انا ضمناها تمام زي ما انا عملت كده هحط كل المقادير مع بعض. هقرا المقادير تاني معاكو. عندي كيلو دي مخبوزات، عليهم نص كيلو لبن رايب او زبادي، مش لبن يا جماعة سايل، وعندي معلقتين كبيرة قشطة، مش موجودين نقدر نستغنى عنهم بس بيدوا طعم وريحة فظاع فعلا. معلقة خل بديل للمحسن، عندي محسن يبقى خلاص ممكن ما احطش الخل. معلقة كبيرة خميرة، ثلاث معالق صغيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلش مش ثلاث معالق، معلقة صغيرة بيكنج باودر مكتوبة غلط. رشة ملح، ربع كوباية زيت، ربع كوباية سمنة، معلقة كبيرة سكر، وربع كوباية لبن بودرة. خلاص كل ده عجناه مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده اهو. بصوا يبقى رقم واحد الخميرة، رقم اتنين العجن. العجن لازم ياخد حقه في العجن، الحاجة لازم تاخد حقها كويس قوي في العجن. معجنهاش دقيقتين ولاقيها بعد كده مش كويسة معايا ما اتخدمتش. بصوا بصوا العجينة عاملة ازاي معايا، بصوا شايفين مخدومة ازاي ومش بتلزق، اهي بتلزقش في ايدي ومخدومة كويس قوي. دي يعني من الخطوات اللي انت تأكدي ان انت ماشية صح. بصي العجينة عاملة معاكي ازاي، اهي طرية جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش. خلاص هسيبها تخمر في مكان دافي، وهاني خد دي هاني بعد اذنك. معانا روان. الو. ايوه ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي؟ حضرتك جدا، ربنا يخليك يا حبيبتي. انا اكتر. معلش يا شيخ، عايزه طريقه عمل الكيكه الاسفنجيه. طيب حاضر هقول لك عليها حالا وهنزل لك كمان مقادير. ماشي يا حبيبتي. طيب كده خلاص سيبنا العجينة هتخمر الخمرة الأولانية. خلاص بعد ما تخمر الخمرة الأولانية هقوم مقسماها كور قد البرتقانية كده الصغيرة، وبصوا خمرت معايا تاني، فدي تاني خمرة ليها. يعني أنا بعد ما خمرت الخمرة الأولانية قطعتها قد البرتقانية كده الصغيرة كور، قسمت كل العجينة اللي عندي كور، طلعت بقى على حسب أي عدد هتطلع معانا، وبعدين سيبناها تخمر أهي. خمرت، هاخد كورة كورة كده، رشة دقيق بسيطة مش كتير اهو، ما نزودش دقيق، وابتدي افرد فيها كده. طبعا الحجم اللي انتوا هتعمل الكور بتاعكم هو ده اللي هيحدد صغير كبير، تقدروا تعملوها زي البرتقانية لو عايزينها بكاكين صغننة زي ما انتوا عايزين. وعايزه تاني يا هني بعد اذنك لا انا عايزه دي قبل ما ادخلها الفرن بعد اذنك. تمام، واقوم حطاها على الصاج بتاعي اهو، شايفين سمكها قد ايه اهي بالشكل ده كده، واحطها بقى في الصاج بتاعي تخمر مره كمان. بصوا هنا تحسوا ان هي عليت شويه، شايفين هنا بعد ما خمرت الخمره التانيه، يبقى انا عملت العجينه عجنتها كويس جدا، خمرتها، قسمتها الكور، خمرت تاني وهي كور، فردتها بالشكل بتاع اللي انتوا شايفينه ده، وهحطها على الصاج على طول اللي انا هدخله الفرن. وبصوا خمرت اهي شويه من الاطراف، شايفين اللي في الصاج اهي، شايفين خمرت ازاي. في الحاله دي بقى ايه، هقوم مدخلاها الفرن. مدخلها الفرن هني بعد اذنك. خلاص اعمل واحده تانيه، اخد كوره كمان دخلها الفرن هني، احط رش دقيق بسيطة خالص اهو بالشكل ده. الكورة هتحدد لي ان انا عايزاها قد ايه، تمام؟
يبقى احنا كده خمرناها كام خمره؟ ثلاث تخميرات. الخمر اللي خمرناها اول واحده اللي هي بعد ما عجنا العجنه بتاعتنا دي اطول واحده بتاخد وقت، بعد كده الباقي خلاص ما بياخدوش وقت لان احنا بتبقى برضو التخمير لسه موجود في مكان العجينه يعني اهو بالشكل ده كده. هقوم حطها في الصاج اسيبها تخمر برضو شويه، في التخميره دي بقى ما بتاخدش وقت خالص يعني يا دوب 10 دقائق ربع ساعه هتلاقيها عليت شويه زي ما انتم شفتوها كده وجهزت معانا. هدخلها الفرن على قد ايه؟ التسويه، التسويه جزء مهم قوي من العيش زي ما قلت لكم. هدخلها فرن درجة حرارة أعلى درجة عندي 250 300 350 أعلى درجة، ويكون متسخن كويس جدا جدا يعني يبقى تسخينه عالي قوي، بقالنا مثلا نص ساعة مشغلينه على أعلى حاجة فوق وتحت خلاص. وبعد كده أول ما يخمر الخمرة اللي أنا وريتها لكم دي، التخميرة اللي أنا وريتها لكم دي، هقوم مدخلاه الفرن. بياخد قد إيه بقى في الفرن؟ ما بياخدش حوالي 5 دقايق، مش أكتر من كده بلاقيه أب وبقى معايا بالشكل ده أهو. شايفين؟ انا ده لسه هم طلعوه، شايفين شكله؟ شيلي ده يا هاني طيب بعد اذنك اهو. شايفين شكله؟ بصوا بيقب كده اول ما بيطلع، يا بعمله بفرشه فيها ميه يا اما بفوطه زي ما قلت لكم فوطه منديه كده اقوم مغطياه بالشكل ده خلاص اهو. بصوا اهو شايفين؟ شايفين طري ازاي؟ بصوا اول ما كده بيفصل عن بعض على طول وبيبقى بالشكل ده خلاص. هجيب بقى طبق كده وهات لي دول يا هاني بعد اذنك، خد فوطه تمام معاك اهو. هبتدي احط البكاكين كده بتاعتي، شايفين قبب ازاي وحلو ازاي تمام. ده هحط شويه عليه فوطه كده يندي عشان لسه طالع. انا عايزه اوريكم كمان شويه، اوريكم اللي في الفرن هيقب ازاي. هعيد بقى تاني، عملت ايه؟ عملت البكاكين، عجنت العجنه بتاعتي كويس جدا، اتاكدت الخميره كويسه، وبعدين عجنتها حوالي 7-8 دقائق على العجان او على ايدي بس كويس جدا لحد ما بقى قوام العجينه زي ما انتوا شفتوه خلاص. بعد كده هسيبها تخمر حوالي بتاخد ساعه ونص ساعتين. طب انا لو في ناس كتير بتسالني اخمر فين؟ تخمري العجينه بتاعتك في مكان دافي اللي هو زي ايه؟ ينفع تعملي تخمير ايه؟ ممكن تحطيه في فرن مطفي، فرن مطفي. هتجيبي بوله مثلا حاجه غويطه او حله اي حاجه فيها ميه مغليه وتحطيها تحت على السطح بتاع الفرن من تحت تمام، وتحطي البوله اللي فيها العجينه او اي حاجه الطبق اللي انت حاطه فيه العجينه فوق على الشبكه فوق الميه اللي هي المغليه، البخار كله طالع في العجينه، وهتقفلي الفرن. ده هيسرع جدا عملية التخمير بتاعتك لو الدنيا جو بارد، لكن اليومين دول الدنيا حر فالتخمير بيبقى سريع خلاص. خمرناها كويس في المرحلة دي، بعد كده هنقسمها، هنهبط بس الهواء بسيط مش هنعجن تاني. نقطة دي معلش أنا لو بعيد وبزيد في موضوع المخبوزات بكرر فيه معلومات كده معينة بكررها كل مرة بعجن فيها عشان نتعود نعمل إيه الصح وإيه الغلط ما نعملهوش بالذات في المعجنات تمام. ما نعجنش تاني العجينة بعد ما تخمر، هنقسمها لكور، عدد بقى الكور اللي هيتعامل معايا العجينة على حسب 12 كورة 13 كورة على حسب الحجم. هسيبهم يخمروا تاني زي ما انت شفتوهم خمروا معايا ازاي، هرش شوية دقيق وافردها بالشكل ده تمام. الشكل ده بقى اسيبه يخمر، بيخمر له مثلا يا دوب يعني بتلاقي العيش عندي عالي كده بياخد له مثلا تقريبا 10 دقايق، وطبعا اغطيه بكيس او حاجه عشان ما يقشرش، وادخله الفرن على اعلى درجه فوق وتحت بياخد حوالي 5 دقايق. معانا مكالمه فاتن، انا عايزه بعد ما ناخد فاتن عايزه اوريكم العيش قب ازاي اللي احنا لسه مدخلينه. فاتن ازيك يا شيف اسماء؟ ازيك يا فاتن؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. والله متابعاكي على طول. تسلمي لي يا حبيبتي يا رب، تسلمي لي. معلش اشوف اسماء هتقل عليكي بس عايز اسالك كام سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. عايز طريقه الايس كريم؟ حاضر. وطريقه القرع العسل؟ حاضر. قرع عسل بشاميل اللي هو بالمهلبيه اللي في الفرن؟ حلو. طيب اللي هو الحلو ماشي. وعايز اعرف بس الفسيخ بيتخن ولا ما بيتخنش؟ طيب انا بعمل دايت، الفسيخ كله ملح، فهو زي المخلل بالظبط طبعا، يعني بيحفظ ميه في الجسم، فطبعا اللي بيعملوا دايت المفروض يمنعوا الحاجات المخلله زياده عن اللزوم،
فهو طبعا الفسيخ من الحاجات اللي بتفتح النفس جدا، بتتاكل بالعيش فطبعا بيتخن. فالفسيخ لو قدامنا مش بنحس اصلا ان احنا اكلنا 3 4 ترغيفه، مش حاسين ان احنا قاعدين بناكل. الفوطه هاني بعد اذنك، مش حاسين ان احنا بناكل من كتر ما احنا قاعدين، هو حرش كده وبياكل يعني، تمام. فطبعا بيتخن هو والمخللات والحاجات اللي فيها ملح زياده عن اللزوم. انا عايزه اوريكم العيش اللي احنا لسه حاطينه، بصوا هو لسه ما خلصش، بس انا عايزه اوريكم هو قب ازاي. بصوا لسه هو ما احمرش من فوق، شايفين؟ شايفين قب ازاي؟ لسه بقى اللون بتاعه هيحمر شويه من فوق، وبعدين ما بياخدش. بصوا ده لسه اللي انا مدخلاه، اللي انا وريته لكم ان هو خمران، ما بقالوش 3 4 دقايق، فدقيقه بالظبط ونقوم ايه مطلعينه وعاملينه بشويه ميه بفرشه او فوطه منديه، اقوم مغطياه بيها كده. فوطه نظيفه عندي منديها، عصرها كويس جدا ما تبقاش فيها ميه يعني كتير، وبعدين اقوم مغطيه العيش بتاعي، تمام. طيب احنا عايزين نجاوب على العيش الحواشي الاسكندراني. حواشي الاسكندراني لو مقاديره جاهزه شال معانا ممكن ننزلها. عندنا كيلو دقيق مخبوزات، كيلو دقيق مخبوزات هنخلط عليه معلقه كبيره خميره فوريه، عليها معلقه كبيره سكر ورشه ملح وربع كوبايه زيت ذره، اي زيت عندي زيت عباد، زيت ذره بلاش زيت زيتون عشان بيغير طعم العيش شويه، ونعجن كل ده بنص لتر ميه دافيه بالتدريج، ما ندلقش الميه مره واحده، بالتدريج لحد ما تبقى العجينه عندي برده طريه وكويسه جدا ومخدومه حلو قوي. هنعجن فيها حوالي 7-8 دقايق برضو. اي حاجه فيها عيش لازم تتعجن كويس، تمام. وبرضو اي حاجه فيها عيش او معجنات مخبوزات الكلام ده يفضل ان احنا نشتغل بدقيق مخبوزات، بيفرق قوي يا جماعه عندنا في النتيجه، تمام. طيب بعد ما عملنا العجينه بتاعت الحواوشي برضو بنسيبها تخمر ساعة ونص ساعتين على حسب درجة حرارة الجو، وبعدين بنبدأ نقسمها الكور. كل كورة هيبقى الرغيف، حجم الرغيف بتاعي هفردها، وكل حواوشي بياخد رغيفين عندي، الرغيف اللي تحت عندي بقى عايزة أعمله باللحمة المفرومة، لحمة مفرومة على بصل على فلفل على شوية ملح فلفل أسود جوز الطيب، حطي اللي انت عايزة تحطه، طماطم تحطه، مشروم اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. أهو الحشو قدامكم بتاع اللحمة المفرومة، تمام. كل ده هقلبه مع بعض، وبعدين هقوم حاشية الرغيف بتاعي ومغطياه بالرغيف التاني اللي انا فرديه، هقفله من الاطراف يا بشوكة يا متن، هدفره كده على ايدي كده ان هو يبقى مقفول على بعض، وهدخله برضو درجة حرارة اعلى درجة فرن عندي فوق وتحت. المعجنات والمخبوزات عشان تطلع نتيجتها حلوة وطرية ما نسيبهاش وقت كبير. بشوف ناس تقولي البيتزا بتطلع ناشفة جدا، بتقعدها بالنص ساعة في الفرن، مفيش يا جماعة الكلام ده خالص. تسوية بتاعت المخبوزات عشان تطلع حلوة ده جزء كبير جدا من نجاح المخبوزات معاكي، أو العيش أو حاجة زي البكاكين اللي احنا بنعملها النهاردة. التسوية ما نسيبهاش وننساها في الفرن مثلا 10 دقايق والكلام ده، نص ساعة والكلام ده، لا طبعا. يعني كل ما السوى أقل كل ما هتطلع معانا النتيجة كويسة، وفي نفس الوقت برضو تبقى مستوية، تمام. بس تبقى طريه وتبقى مظبوطه معايا. عايزه افتح لكم، بصوا عايزه افتح لكم كده واحد من البكاكين دي، بصوا شايفين الكاميرا معايا كده لو تيجي اهو، بصوا بصوا من جوه عامل ازاي، بصوا وطري وفي منتهى الجمال وريحته حلوه جدا مع عسل بقى وطحينه كده او شويه جبنه قديمه، بصوا الموضوع فظيع بجد هيعجبكم قوي، تمام. هبص بقى على الفرن، الفرن كده تمام خلاص، بصوا ما بياخدش وقت خالص، يعني احنا لسه مدخلينه مع بعض خلاص هو طلع. اول ما هطلعه هسيبه في الصاج بتاعه دقيقتين كده او دقيقه، عليه الفوطه المنديه، بصوا اهو الوش معايا زي الفل، تمام. حتى لو هتلاقوا واحده معاكم ما فتحتش، بس هو بيفصل على طول اوتوماتيك مع نفسه، لو لقيتوا واحده ما فتحتش هتلاقوها لما تفتحوها هتلاقوها فاصله عن بعض شويه، تقدروا بقى تعملوا الكميه اللي انتوا حابينها واللي انتوا عايزينها وتحطوه بقى في الفريزر كده. البكاكين ده من الكنز بيبقى في البيت، يعني انا لما بيبقى عندي زياره كده، لما حد بيجيب لي زياره بصراحه من الفلاحين ده بيبقى بالنسبه لي كنز، هو والجبنه القديمه، فيعني بجد من الحاجات اللي طعمها حلو قوي ومخدومه حلو ومعموله صح ولبن رايب. تخيلوا بقى انتوا بتاكلوا لقمه كده فيها معجونه باللبن الرايب او الزبادي وغنيه وفيها قشطه وسمنه، مش قادره اقول لكم قد ايه فظيعه.
وعايزاكم برضو اي حاجه تعملوها من اللي احنا بنعملها تصوروها، عشان هنبتدي ننزل التطبيقات خلاص ان شاء الله قريب جدا. عندنا كان اسئله ايه تاني؟ معلش، الكيكه الاسفنجيه، احنا جاوبنا على بسكوت البطاطا والكفته والمكرونه جاوبنا عليهم. طيب والحواوشي برضو ممكن نجاوب على ايه؟ الكيكه الاسفنجيه. حاضر، كيكه الاسفنجيه ممكن نرد عليها. السبع، عندي سبع بيضات وسط او ستة لو كبار، خلاص هضربهم مع بعض مع كوباية سكر مع اتنين معلقة صغيرة فانيليا سايلة، واضربهم مع بعض لحد ما يبقوا فومي جدا. دي خطوة مهمة في نجاح الكيك الاسفنجي قبل ما احط اي حاجة تانية. خلاص هحط عليهم ربع كوباية زيت وكوباية دقيق، عليها منخولة مع معلقة ونص بيكنج باودر، والبيكنج باودر برضو يبقى نوعه كويس. خلاص لو عايزاها بالشوكولاتة هحط معلقتين كاكاو خام، عايزاها فانيليا هشيل الكاكاو الخام واحط مكانه الدقيق. خلاص كل ده بعد ما يبقى العجين البيض مع السكر فومي جدا هزود الزيت، وبعدين هبدأ أحط عليه بالتدريج كوباية الدقيق المنخولة مع معلقة ونص بيكنج باودر ورشة ملح، هحطهم بالتدريج وهخلط بالتدريج عشان مش عايزة أضيع كل الفوم اللي أنا عملته من البيض. خلاص صينية متبطنة زبدة أو سمنة عليها أرش دقيق ونفضها كويس، وبعدين أحط الكيكة بتاعتي هتدخل درجة حرارة 180 بتاخد حوالي 40 دقيقة لحد ما تجهز. لو هعملها تورتة، لو هعملها هستخدمها بقى في التورتة والكلام ده، يفضل إن أنا أبيتها في التلاجة قبل بقى ما أقسمها وقبل ما أشتغل فيها. خلاص أبيتها في التلاجة وتاني يوم أبدأ أشتغل فيها براحتي خالص. قرع العسل هجاوب معانا وقت، جاوب على قرع العسل كده بسرعة. طيب هرد عليه بسرعة كده. قرع العسل هجيب مكعبات قرع عسل، تمام، وهحطها في طاسة على النار، هحط معاها معلقتين كبار سكر أو ثلاثة سكر زي ما أنت حابة، بس عشان احنا هنعمل مهلبية فيها سكر، وهقوم حطاهم مع ربع كوباية مية، ربع كوباية مية عليهم معلقتين سكر ومكعبات القرع العسل اللي عندي، هحطهم في حلة أو في طاسة كبيرة وأبدأ أوطي عليها القرع ينزل ميته، وفي نفس الوقت ما يبقاش مسلوق. تمام، أنا بعمل الموضوع ده أحلى كتير من أنه هو أن أنا أسلقه. خلاص ههرسه كويس، هيتسلق معايا خلاص بس هيبقوا منه فيه كده على نار واطية، وههرسه وبعدين هعمل المهلبية بتاعته. المهلبية بتاعته زبدة معلقتين أو ثلاثة زبدة، هحط عليهم معلقتين سكر مع الزبدة، مش هخلي السكر يتحرق، يدوب بس يعني كده تشويحة كده، وأقوم نازلة بمعلقتين كبار نشا على اللبن، كوباية لبن كوباية كريمة، وأحط شوية من البيوريه القرع العسل بتاعي وأحطه بقى طبقات أعمله في بايركس زي ما احنا عايزين. دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقتنا النهاردة كانت البكاكين والمكرونة اللي بالصوص الوردي والكفتة المعجوقة اللي هي المحشية. شايفين اهو البكاكين اللي لسه طالعة سخنة اهي، عايزة اوريكم واحدة برضو وهي سخنة اهي، بصوا شايفين طالعة طرية وجميلة اهي. يلا اشوفكم بقى ان شاء الله في حلقة جديدة بكرة بإذن الله، استنونا.